كم طارق لا طرق ما يسمع ملبي وما تكرهه يا ابن ادم يمكن اخيره فجوج ربي وساع وسجها طبي والديره هل يا جفت كرحل من الديره والمدح في غيره هل هم حق من السبي والمدحة بغيره هلها تعتبر عيرة هو ليه ما ننشد النباب لا نبي والرجل ودك يصحصح من خطا غيره ورزق البنادم وتوفيقه على ربي هو عال من ما تكن النفس والديره